أين ورقتي؟ كاكي؟ أين ورقة؟ كاكي؟ أهلا كاكي وشمس. أهلا راشد. أهلا راشد. هل أحضرت لي الألوان التي طلبتها؟ والوعاء الكبير الذي طلبته؟ نعم أحضرت كل شيء، لكن ما هذه الكركبة؟ لما هذه الفوضى في ورشتي؟ مرحبا جميعا. أهلا مرحبا راشد. مفاجأة رائعة. شكرا راشد، أتيت اليوم لأن لدي أمر ما وأريد مساعدتك فيه. أكيد، كيف يمكنني مساعدتك يا عروب؟ أبحث عن طريقة مبتكرة لجعل الأطفال يقومون بمساعدتنا بأعمال البيت بطريقة ممتعة. هل تعتقد أن هناك طريقة ما أو شيء ما يمكن أن نصنعه لنجعل الأطفال يقومون بمهام البيت اليومية؟ أواجه نفس المشكلة هنا في الورشة. أعتقد ذلك، وأعتقد أنه يجب علي أن أعود إلى المنزل للقيام ببعض الأعمال. لا عليك، سأقوم بإيجاد حل لمشكلتنا وسأتواصل معك فور انتهائي. ممتاز، شكراً شكراً جزيلاً. أفوان. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء. مع السلامة. وداعاً. تحتاج صديقتي عروب إلى طريقة تساعد الأطفال ليشاركوا الأهالي المهام في المنزل، وأعتقد أنها ستساعدني هنا في الورشة أيضاً. لماذا؟ هل لديك مهام هنا في الورشة أيضاً؟ طبعاً يا كاكي، فمن المهام التي أقوم بها في الورشة هي تنظيف وترتيب المكان. أعتقد بأنك لا تقوم بمهامك جيداً يا راشد. فعلاً المكان لا يبدو نظيفاً ولا مرتباً. كان المكان مرتباً ونظيفاً هذا الصباح، ولكن وحشين صغيرين قاما بكركبة المكان. أنا متأكد أنهما إلمو وغرغور. لا يا كعكي، إنهما أنت وشمس. وترتيب المكان سيكون مهمتكما الثانية لليوم. وما هي مهمتنا الأولى إذن؟ مساعدتي في صناعة طلب اليوم. أنا جاهزة للمشاركة. تبدو جميع الأعمال شاقة جداً. لا أشعر أنني أريد أن أقوم بالتنظيف. كما تريد يا كعكي، نحن سنلعب لعبة المهام، وفي نهاية اليوم الفائز سيحظى بجائزة. هل سنبدأ بتنظيف المنطقة الخارجية أم الداخلية أولاً؟ على مهلك يا كعكي، علينا صناعة طلب اليوم أولاً. حقاً؟ ما زلنا لا نعرف ماذا سنصنع لطلبنا اليوم. طلب اليوم سيكون عبارة عن صناعة لعبة مسابقة المهام. وكيف سنصنع اللعبة؟ سيقوم كل منكما باختيار جائزة تتمنيان أن تحصلا عليها في نهاية الأسبوع. جائزة؟ أنا أحب الحيوانات الصغيرة وأتمنى أن تكون لدي ملصقات لها. أنا أحاول التقليل من أكل الكعك خلال الأسبوع، فيمكنني جعل الكعك هو جائزتي لنهاية الأسبوع. هذا رائع، ومهمتكما الأولى هي إيجاد صورة للجائزة التي يريدها كل منكم. وأنا سأبدأ بتحضير الأدوات لصناعة اللعبة. حسناً. هاي. وجدت صورة تجمع هذه الحيوانات الصغيرة التي أحبها. وأنا أحضرت صورة جميلة وشهية لكعكاتي اللذيذة. جميل، ممتاز، والآن علينا أن نصنع أحجيتين من الصورتين التي أحضرتماها. هيا هيا هيا, هيا. حان الموعد يا أصحاب لنلاحظ ماذا نستخدم، نبحث عن ماذا نحتاج. مسطرة قلما به نرسم، نصنع نبني قلنا دجاج، ثم نجرب هل ينجح، ثم نجرب هل ينجح، ثم نجرب هل ينجح. نعم، والآن كيف سنفوز بالجائزة؟ لكل منكما 6 قطع في أحجيته. هذا يعني أن على كل منكما إنهاء 6 مهام قبل نهاية الأسبوع، وكلما انتهيتما من مهمة سأضع لكما قطعة في البرواز. تبدو
هذه اللعبة ممتعة. وكيف سنحدد الفائز؟ الذي ينتهي من جميع المهمات أولاً يفوز بالجائزة التي في الصورة. كاوابانجا! أنا من سيفوز بالمسابقة. ما هي المهمة الأولى؟ أنت يا كعكي عليك التخلص من كل هذه المهملات التي على الطاولة، وأنت يا شمس عليك بمسحها وتنظيفها، وأنا مهمتي أن أقوم بأخذ كل هذه المشتريات والأدوات إلى الداخل في الخزانة. هيا هيا هيا. أعتقد هذا كل الورق. ليلى ليلى، واو، يبدو المكان نظيفا جدا. لقد أنهيت مسح الألوان والأوساخ عن الطاولة. وتستحقين قطعتك الأولى. وأنا أيضا تخلصت من جميع المهملات. أرى ذلك يا كعكي، وإليك قطعتك الأولى أنت أيضا، ولكني لا أرى أي مهملات في السلة. لدينا سلة مهملات. وأنا ماذا سأفعل بهذا الصندوق؟ يمكنك وضعه في حاوية إعادة التدوير هناك. حسنا. وراشد راشد. نعم. ماذا عني أنا؟ أريد مهمة جديدة. لا تبخل على صديقك. لا تقلق يا كعكي، فيمكنك البدء بتنظيف أرضية الورشة. ستكون الأرضيات أنظف من قطن أبيض داخل علبة مسحوق، مسحوق غسيل أبيض داخل جهاز غسيل، جهاز غسيل أبيض. لا 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 لا.